انت متأكد يا علي انها من كندا؟ والله انا من ساعة ما عرفت ان اسمها سماح وانا مقلق، مش متأكد من اي حاجة يا ابني. ده بتاكل في اخر زادها، بتفكرني بامك يوم الصباحية. وفي زي امي يا حاج. في ايه يا حاج مالك؟ ما تسيبوها تاكل يا اخي، كولي ما شاء الله، كولي كولي. هو ده ايه؟ دي ركبة. ده بيلعب كورة. لا ده اللي هيلعب في معدتك دلوقتي. وبعدين انت مربعة زي فاطمة كشري كده ليه؟ يو هاف كشري؟ لو النبي يا اختي، بس اعمالك اعمالك. ده احنا هنا قوي يما. تسلم ايدك يما بقى، انا هنزل عشان احلق الورديه بتاعتي. ثانيه، انا عايزه اروح لماي مام وسامح. انت بتلتف عليا كده ليه؟ خلاص هستناك. يا عين امك يا ضنايا، ان شاء الله هتلاقيهم. بس يا اختي كملي اكلك، كملي اكلك. انا محتاجه عزومه يما. ايوه انا عايزك تدغمي كده، تدغمي. يعني ايه تدغمي يا انكل؟ مش مهم تعرفي معناها، انت بسم الله ما شاء الله عامله الواجب وزياده. تدغمي. I love your parents. يا اختي نعمله حاضر، نعمله حاضر. انا قلت لك هات حاجه ساقعه، عاجبك كده؟ لا really I love your parents. ده جزات الناس اللي اكلوك في بيتهم؟ ام وابويا لا يا سماح يا كندا، انا ماشي. تخلصي اكل وتلبسي. Your son is crazy. حاضر يا اوز، حاضر. حاضر يا اوزو، حاضر عينيا، هشيلك حاضر. اسم الله على مقام ام اوزو. اوزو صوت ستيريو، هيصحي الناس يا ابله. هعمل ايه؟ ما هو ابو نزل وسابني واتاخر، وانا لازم الحق اخلص الاكل عشان الناس اللي جايه من السفر دي تصحى تلاقي اكل. والله ده صوت اوزو. ما انا عارفه انه صوت اوزو، امال صوتك انتي؟ معلش عشان صحتي بقى، حقك علينا. طيب ما تغيري له، يمكن عايز يغير. لا ده الواد زي الفل، انا لسه مغيره له امبارح الظهر، ما تقلقيش. لا ده زمانه جاله تسلخات. لا الله اكبر، ما تفسريش كده في وشه، هو بس تلاقيه عايز يتشال. طب هشيله. لا إيه؟ لو سمحت يا دكتوره ما تمديش ايدك على ابنك، ما تبوظليش السيستم. ايه السيستم ده؟ ما هو انا قريت في كتاب التربيه الايجابيه ان الطفل اذا بكى يحتاج الهاشتاج. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.